التي ستنطلق فعالياتها كالمعتاد في تمام الساعة الواحدة من مساء هذا اليوم، وأيضا سنختتم هذا المهرجان مع انطلاقة الشوط الثامن من مساء هذه الليلة، شوط السيف الفضي. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين، ونهنئ جميع الفائزين في هذا المهرجان، مهرجان المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني طيب الله ثراه. أيها الأعزاء، الشوط التاسع ينطلق، وهذا الشوط خاص بفئة الحيل، والكلمة أحيلها للزميل بسام الشمري، فمرحبا ببسام معلقا على أحداث وتداعيات شوطنا التاسع. شكرا أخوي محمد بن بريك المرني، نتواصل معكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان مع الانطلاق وتواصل أشواط الأصالة والتراث بانطلاقة الشوط التاسع. أحييكم وأجدد لكم التحية مرة أخرى مع انطلاقة جديدة من هذا المهرجان المتميز، مهرجان المؤسس، بانطلاق وتحدي أشواطنا العامة بهذا الصباح بانطلاقة الثمانية كيلومترات لشوط الحيل. نتواصل مع شعارات الكبار الذي تواجدوا وانطلقوا وتحدوا من أجل الناموس. نذكر بأن هناك جوائز نقدية من المركز الأول حتى المركز العاشر بهذه الانطلاقة الموفقة لهذه الشعارات الباحثة عن النصر والناموس. نسير مع البداية والمقدمة، هناك المايدية لعيسى بن سعيد بن مبارك بالسبت الخيالي مع أول المراكز، تتقدم بهذه اللحظات وتنطلق مع البداية. المركز الثاني الهدى تتواصل مع المركز الثاني لعلي بن حمد بن حفصان المنصوري متواجدا في الملازمة مع مقدمة الشوط، يتقدم ويقدم لنا الهدة مع المركز الثاني. المركز الثالث هناك النشلة تتواصل بشعار محمد بن مظفر بن محمد العامري، يتواجد ويقدم لنا النشلة مع المركز الثالث. المركز الرابع النقلة مباشرة مشاهدينا متابعينا في كل مكان، هناك وصول راهية لسعادة سليمان بن حمد بن سليمان آل جبرير بمتابعة سام بن شحفول المر الذي يتابع انطلاق راهية. المركز الثالث مشاهدينا والمركز الرابع وصول وانطلاق بهذه اللحظات من راهية لسعادة سليمان بن حمد بن سليمان آل جبريل، يتواصل ويقدم لنا راهية مع المركز الرابع. المركز الخامس هناك الانطلاق والتواصل وتحديات المركز الخامس مع عالية السهيل بن حمد بن هيان العامري، من تميز وانطلق بهذا الصباح وحصل على ثلاث نقاط، يتقدم بهذه المنافسة ويقدم لنا عالية مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المسيطرة والمنطلقة مع دائرة النداء والنداء الأول. مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أتممت على مسامعكم بالوفاء والتمام. أعود وأسير مع البداية المايدية لحمد بن طعيب بن حمد بن قدير الاكتبي مع أول المراكز، ما زالت تحافظ وتسيطر على زمام الأمور، تنطلق مع البداية وتعلن التحدي من هذه اللحظات مع صدارة الشوط. المركز الثاني الهدى تتواصل بهذا الانطلاق بشعار علي بن حمد بن عفصان المنصوري، ينطلق ويتواجد مع المركز الثاني. المركز الثالث ونقلة مباشرة مع النشلة التي وصلت بهذه الانطلاقة الموفقة إلى المركز الثالث، محمد بن مظفر بن محمد العامري يقدم لنا عطاءات النشلة مع المركز الثالث. المركز الرابع وجود راهية وانطلاق وتواصل من راهية لسعادة سليمان بن حمد بن سليمان آل جبريني، يتقدم بهذه المنافسة وبهذه التحديات بوجود راهية على المركز الرابع. المركز الخامس هناك عالية تنطلق عالية بعالية المستوى بتواجدها المميز بشعارها اللامع في هذا اليوم، انطلاق وتواصل سهيل بن حمد بن هيان العامري، يقدم لنا وجود عالية مع المركز الخامس، ولكن هناك من تتسلل إلى المركز الخامس بهذه اللحظات بهذه المنافسة مع المركز الخامس مع الانطلاق والتحدي بهذه المنافسة. انذار محمد بن
محمد بن زايد المنصور يتواجد بعطائه ويقدم لنا انذار من انذر الجميع بهذا الشوط وانطلق مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان للخمس المراكز الاولى المسيطرة على دائرة النداء المتواصلة مع تحديات هذا الشوط مع الانطلاق المميز مع اشواط التحدي والمنافسة من ارضية ميدان التحدي. نتواجد مع شعارات العمالقة وشعارات الكبار الذي يتنافس من اجل الناموس ومن اجل البقاء بهذه الانطلاق الاول. هناك المايدية ما زالت هي القائدة لزمام الامور تحتل المقدمة وتتواصل مع صدارة الشوط. حمد بن الضعيف بن قدير الاكتبي يتقدم بهذه المنافسة ويقدم لنا عطاءات المايدية مع مقدمة الشوط. المركز الثاني الهدى تنهد بهذه الانطلاقة المتواصلة. علي بن حمد بن عفصان المنصوري يتواجد وينطلق مع المركز الثاني راهية مع المركز الثالث. بدأت تتسلل المشاهدين الكرام بدأت تتواجد في مقدمة الشوط بشعار سعادة سليمان بن حمد بن سليمان الجبرين ولكن وصلت انذار من المركز الخامس. تتسلل مباشرة الى المركز الثاني ولكن ايضا النشلة تتسلل الى المركز الثاني بهذه الانطلاقة بهذا المتواصل والمنافسة المشرفة. انذار انذرت الجميع وانطلقت مع البداية محمد بن محمد بن زايد المنصور يتقدم بهذه المنافسة عالية ولكن انطلاق. هناك سياسة مع سعود بن علي بن عبد الله الحبشي تفاجئنا مع الانطلاقة مباشرة الى مقدمة الشوط. سياسة تنتزع المقدمة وصدارة الشوط بانطلاق وتواصل سعود بن علي بن عبد الله الحبشي المركز الثاني. انذار تسلم مع المركز الثاني محمد بن محمد بن زايد المنصوري وثالثا وصول وتواجد المايدية بموقع المنافسة حمد بن طعيب بن حمد بن قدير اكتبي ينطلق ويقدم لنا المايدية من تتسلل الى المركز الثاني. المركز الرابع هناك تواجد النشلة وانطلاق والتواصل بن محمد بن مظفر بن محمد العامري. المركز الخامس وجود راهية لسعادة سليمان بن حمد بن سليمان الجبرين. هذه الانطلاقة مشاهدي الكرام وهذه نتيجتنا للخمس المراكز الاولى المسيطرة والمتحدية على ناموس هذا الشوط بانطلاقة والتواصل الشعارات اللامعة بتحديات الكبار بتواصلهم بهذا المسار. نعود ونسير مع البداية والسياسة ما زالت تتقدم بهذه الانطلاقة الموفقة الى مقدمة الشوط. سعود بن علي بن عبد الله الحبشي يتواصل عطائه المتميز مع مقدمة الشوط وسياسة ما زالت تفرض سياستها على مقدمة الشوط. المركز الثاني المايدية ما زالت تتواصل بموقع التحدي والمنافسة تنطلق بشعار حمد بن طعيب بن حمد بن قدير يكتبي يتواصل الضغط على سياسة ويتواصل المنافسة والتحدي بهذا الانطلاق المتواصل والجميل. انذار تصل مع المركز الثالث وانذار تنذر الجميع بشعار محمد بن محمد بن زايد المنصوري يتواصل مع هذا الانطلاق ويتواجد مع تحديات انذار. المركز الرابع النشلة تصل بشعار محمد بن مظفر بن محمد العامري ويقدم بهذه المنافسة. النشلة مع المركز الرابع المركز الخامس. هناك راهية لسعادة سليمان بن حمد بن سليمان الجبرين بهذه المنافسة. يتقدم سالم بن شحفول المري في المتابعة والتضمير يقدم لنا راهية مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان للخمس المراكز الأولى المتنافسة من أجل البقاء ومن أجل الناموس ولكن البداية مع الثنائية المتميزة بين سياسة وبين المايدية. سياستي المايدية على صدارة الشوط يتنافسا على أول المراكز ولكن سياسة هي القائدة لزمام الأمور تنطلق مع البداية. وسعود بن عبد الله الحبشي مع أهالي مع طموحات وآمال السلطنة بانطلاقة
أهالي مضيبي من السلطنة مع طموحاتهم وأمالهم بانطلاقة سياسة على مقدمة الشوط بشعار والتواجد سعود بن علي بن عبد الله الحبسي يقدم لنا سياسة بهذه الانطلاقة الموفقة مع أول المراكز المادية تصل مع المركز الثاني حمد بن طعيف بن قدير الاكتبي يتابع ويراقب الموقف بانطلاق المادية على المركز الثاني المركز الثالث وصلت راهية وانطلقت انذار بهذه المنافسة بشعار محمد بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا انذار وراهية تتسلل الى المركز الثالث لسعادة سليمان بن حمد بن سليمان الجبرين وانطلاق ابها بهذه اللحظات سليمان بن سلامة بن سليمان الجهني يتواصل بهذه الانطلاقة واول نداء لابها من وصلت مع المركز الرابع المركز الخامس هناك تواصل وتقدم انذار الى المركز الثالث مباشرة محمد بن محمد بن زايد المنصوري ولكن التغيرات ما زالت جارية مع انطلاق المركز الثالث جبارة الحمودة بن قانم بن علي بن حمودة يتواصل ويقدم لنا المركز الثالث الشعار الاقتصادي يتقدم بهذه المنافسة ويتواصل ويقدم لنا جبارة مع المركز الثالث المركز الرابع هناك وجود انذار محمد بن محمد بن زايد المنصوري وخامسا انطلاقة النشلة لمحمد بن مظفر بن محمد العامري هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام للخمس المراكز الأولى المتحدية والمتواصلة بدائرة النداء بدائرة الصراع بدائرة التحدي بدائرة المنافسة والمقدمة ما زالت مع سياسة والمايدية سياسة والمايدية ما زال يتنافسا على مقدمة الشوط وعلى البقاء في الصدارة انطلاق سياسة وانطلاق المايدية وتواجد هناك جبارة ووصول والتحدي أبها مع المركز الرابع ووصول هناك أيضا من وصلت هناك الهدة الهدة انهدت مع اللحظات الأخيرة ولكن سياسة هي القائدة وتفرض سياستها على مقدمة الشوط سعود بن علي بن عبد الله الحبسي يتقدم بهذه اللحظات ويقدم لنا سياسة مع المقدمة عندما وصلنا إلى الكيلو متر الأخير الكيلو الخطير يا مضمرين الكيلو الخطير سياسة مع المقدمة تنطلق مع البداية سعود بن علي بن عبد الله الحبس المركز الثاني المايدية تتواصل بالضغط وتتواصل بالانطلاق والتحدي بانطلاقة حمد بن طعيب بن غدير الاكتبي المركز الثالث وصلت الهدة انهدت الهدة مع اللحظات الأخيرة وانتزعت المقدمة بهذه المنافسة بتحديات وانطلاق علي بن حمد بن عطان المنصوري الله 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 بدأت المعركة وبدأ النزاع وبهذا الانطلاق من أجل البقاء الهدى وانطلاق انذار وتواصل المايدية وتواصل جبارة ولكن الهدى انذار انذرت الجميع هناك الهدى وانذار الهدى وانذار الهدى وانذار محمد بن محمد بن زايد المنصوري يقدم لنا انذار وهناك علي بن حمد بن حفصان المنصوري يتواصل بانطلاق الهدى مع المركز الثاني ولكن انذار انذرت الجميع وذهبت مع الناموس سلام غربية سلام سلام وتحية واحترام اللي استمرت على هذا العرض المتميز والأداء الجميل انذار تحسم الأمور مع اللحظات الأخيرة وتهدي السلامات إلى أهالي الغربية محمد بن محمد بن زايد المنصوري يحسم الأمور وبهذه اللحظات تهانينا والمبروك على فوز انذار بناموس هذا الشوط لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري المركز الثاني وصلت الهدة علي بن حمد بن عفصان المنصوري المركز الرابع المادية لحمد بن طعيب بن غدير اكتب المركز الثالث المادية لحمد بن طعيب بن غدير اكتب المركز الرابع جبارة الحمودة بن غانم بن حمودة مع المركز الرابع المركز الخامس وصلت أبها لسليمان بن سلامة بن سليمان الجهني مع خامس المراكز مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان ها هي المنافسة والتحديات وانطلاق هذا الشوط انذار انذرت الجميع بهذه المنافسة وحسمت أمور هذا الشوط وجاءت بتوقيت زمني وقدره 13 دقيقة 4 ثواني 35 جزءا من الثانية تهانينا ومبروك لمحمد بن محمد بن زايد المنصوري على فوز انذار بناموس هذا الشوط المركز الثاني وصلت الهدى بتوقيت زمني وقدره 13 دقيقة 6 ثواني و63 جزءا من الثانية مشاهدينا الكرام توقيت زمني ساعة وصول
الهدى الى خط النهائي الفوز وناموس لعلي بن حمد بن عبسان المنصور المركز الثالث. وصلت المايديه بالتوقيت الزمني وغدر 13 دقيقه 8 ثواني 78 جزء من الثانيه. تهانينا والمبروك لحمد بن طعيب بن غدير اكتبي، تهانينا لجميع الاخوه الفائزين.